من طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان. أهلا بك. إذا تركيا دعت إيران للضغط على النظام السوري والميليشيات الداعمة له لإنجاح وقف إطلاق النار، ما موقف طهران من هذا الشأن؟ حقيقة هذا التصريح هو غريب من نوعه، خصوصا يصدر في مثل هذا الوقت في عشية اجتماع أو عقد اجتماع استانا التي رحبت طهران بهذا الاجتماع. وإيران تعتقد بأنها تنازلت كثيرا من أجل إفساح المجال أمام الجهود السياسية لإنجاح الحوار السوري السوري الذي ترعاه. نعم، ولكن إنجاح هذا الحوار السوري السوري يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وحتى الآن هذا لم يتم على الأرض السورية، ومعروفة من هي الأطراف التي تنتهك الهدنة. إذن أين إيران مما يجري؟ يعني هناك تعقيدات كثيرة على الساحة السورية، الكل كان يعتقد بأنه ليس بهذه البساطة أن يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل، هناك جماعات مسلحة متعددة. الجانب الآخر الذي يدعم الجيش السوري هم حزب الله وبعض الجماعات الأخرى المتحالفة مع الجيش السوري. هذه الجماعات لحد الآن المعلومات الإيرانية تشير بأنها جماعات منضبطة، بالتالي هناك اعتقاد من الجانب الإيراني يقول بأن ما دعا الوزير التركي إلى التصريح بمثل هذا التصريح هو أن هناك ضغوطات تمارسها الجماعات المسلحة على تركيا، وأن تركيا لها هدفين من هذا التصريح. هدف أول داخلي، تتعرض إلى ضغوط داخلية ربما تفجيرات من نوع معين، وهدف خارجي هي تريد أن تتلائم أو تتناغم مع تلك الضغوط التي تمارسها الجماعات المسلحة التي وافقت على إطلاق النار، لكن هناك جماعات أخرى هي فتح الشام وغيرها من أنصار جبهة النصرة. هناك جماعات تدعمها من الخلف إيران، وهي تهدد، يعني لننظر إلى المشهد كما هو، هي تهدد آلاف المدنيين في وادي بردة فقط. إذن هناك تشكيك أصلا في رغبة إيران بالالتزام بوقف إطلاق النار. يعني الخبر الذي أذعتموه قبل قليل هو قال بأن الطائرات السورية، هو الجيش السوري الذي يتقدم نحو وادي بردة، وبالتالي لا علاقة بإيران. ولكن إيران ألا يمكنها أن تضغط على النظام السوري وحزب الله بالتأكيد كذلك؟ بالتأكيد، يعني وليد المعلم عندما زار إيران قبل 3 أيام كان هناك اتفاق في وجهات النظر بضرورة تعزيز وقف إطلاق النار من أجل إفساح المجال نحو الحوار السوري السوري. ولكن السؤال هنا، هل هي راغبة بذلك أم هم يعني أو لا تستطيع؟ لا بالتأكيد، لا بالتأكيد، بالتأكيد إيران ترغب في وقف إطلاق شامل للنار في كل المناطق السورية، يجب عزل الجماعات الإرهابية عن الجماعات الأخرى، وبالتالي اتفاق موسكو أو إعلان موسكو الذي وقعته إيران مع روسيا ومع تركيا هو عزل جبهة داعش، جبهة النصرة وتنظيم داعش، وبالتالي هي وافقت على وقف إطلاق النار. المحادثات التي أجرتها إيران مع وليد المعلم قبل يومين كان يصب بهذا الاتجاه، الاتصالات التي تتم والمشاورات التي تتم بين طهران وموسكو أيضا تصب بهذا الاتجاه، حتى أن إيران أعربت عن استعدادها لتقديم ما يمكن من أجل إنجاح الحوار السوري. التي وافقت على هذه الهدنة هي من أوقفت المحادثات بشأن مفاوضات أستانا. الآن هناك تلويح روسي تركي بفرض عقوبات على كل من ينتهك وقف إطلاق النار. إذن كيف ستتصرف طهران؟ المشكلة معقدة عند الجماعات المسلحة، هناك جماعات وافقت على إطلاق النار وجماعات أخرى مسلحة معزولة عن وقف إطلاق النار. هناك حراك وتناحر شديد حسب المعلومات بين هذه الجماعات المسلحة سواء كان في حلب أو في أدلب أو في وادي بردة، وبالتالي المشكلة ليست عند إيران أو الجيش السوري أو روسيا وحتى تركيا، المشكلة لدى هذه الجماعات التي لم تتخذ موقفا موحدا حيال وقف إطلاق النار وحيال اجتماع استانا. هناك حراك شديد، هناك معارك شديدة وخلافات شديدة داخل الجماعات المسلحة، ونحن نعلم بأن هناك أكثر من 50 فصيل مسلح الآن في سوريا، بعضه مصنف إرهابيا إلى جانب جبهة النصرة وداعش. لكن نحن نتحدث سيد صدقيان عن الجماعات التي وافقت على المشاركة في هذه المحادثات، هذه هي النقطة الأساسية. لا يمكن وضع جبهة النصرة دائما كالشماعة وراء كل ما يجري في سوريا.
المشكلة أن هذه الجماعات التي وافقت على إطلاق النار تتعرض إلى ضغوط متزايدة من قبل جماعات مسلحة أخرى مصنفة ضمن جبهة النصرة، وبالتالي هناك مشكلة داخلية موجودة في داخل الجماعات المسلحة. هذه الجماعات المسلحة خصوصا تلك التي وافقت على وقف إطلاق النار هي التي تضغط على على تركيا وتقول لهم بأنكم يجب أن تعملوا شيئا من أجل تخفيف الضغط على المسلحين الموجودين في وادي عربة، وبالتالي هناك وضع معقد داخل الجماعات المسلحة في داخل سوريا هو الذي يتحرك حاليا على الأرض وهو الذي يضغط على الجانب التركي. جزيل الشكر لك من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان.